هل هي تصفية سياسية بين بعض الأشخاص أو الجهات ومع مالك المؤسسة؟ الحمد لله ما عندي شيء يعني شيء مشدد مع شيء أي أحد أي أب أي أم. الحمد لله إلى حد الساعة حتى أي واحد من الناس يقدم شكاية حق المؤسسة أو حقنا عدم التعامل غير ذلك. مسائل سياسية إحنا لن نتعامل بالسياسة داخل المؤسسة، إحنا ناس مختصين في المجال البيداغوجي، ولكن أحذر بأن ربما هناك ناس يحاولون الركوب على بعض المشاكل السياسية لما أن إحنا فيها تشي طرف. إحنا ما عندناش لا خصم سياسيين، ما كنعملوش السياسة هنا، إحنا كنعملو العمل التربوي. فاللي عنده شي مشدد ولا اللي عنده شي مشاكل مع ناس آخرين يتوجه لهم ديريكتوم، يعني ماشي غادي يولي حق المؤسسة هي مسرح لتصفية حسابات سياسية. المؤسسة بعيدة كل بعد عن هاد المشاكل. يعني تقولوا أن المؤسسة يعني عندها مشاكل مع الضرائب أو أن فوق أرض ديال الجيش، هل هذا صحيح؟ أكيد أن الأرض هي أرض ديال الجيش، ولكن الحمد لله كمستثمرين يعني سلكنا جميع المساطر القانونية كيسلكوها جميع المستثمرين الحمد لله، والأمور دازت على طريق الولاية وعلى طريق الوكالة الحضارية وعلى طريق البلدية. بالتالي حنا ماشي جينا حطينا المؤسسة هكذا، لا، هي تبعت واحد المساطر اللي هي قانونية، واللي عنده شي حاجة باش يثبت بأنها غير قانونية فلا يلتجأ للقضاء. حنا ماشي ضد شي حد أنه يلتجأ للقضاء. سي عطوف، يعني تنشوفوا أن مؤسسة الواحد الزيتون أنها مؤسسة نموذجية في حي شعبي، يعني كيفاش أنكم تشجعتوا واستثمرتوا في هذه المنطقة الشعبية بهذا الحجم ديال هذه المؤسسة؟ وأنا كنشكرك بزاف على هذا السؤال، لأن ربما كتلاحظ بأنني متوتر شوية ونفسيا. علاش؟ لأن هنا كتحس بنفسك بأن الوطنية ديالك يقيسها بعض الأفراد يعني بتأويلات خطيرة جدا، رغم أن وطنيتي فين كتكمل، وكنفتخر بها لأن أنا ولد هذا الحي، ولد سيدي سلاحي أكثر من 27 سنة الآن، وكانت عندنا تجربة ديال مؤسسة صغيرة في هذا الحي، وكبرات بهاد الناس بهاد أبناء هاد الحي هذا. فباش يمكن نرد لهم غير شوية من داك المعروف ديالهم اللي واكبوا مؤسسة صغيرة حتى أنها تنجح، فكان مني أنني لازم اللي نقدم واحد المشروع كبير ونقنع به مستثمر أو مستثمر. وهذوك المستثمرين بطبيعة الحال كيسولوا شنو هي المناطق اللي منتجة أكثر من ناحية الأرباح، فبالتالي أنني نقنعهم أنه يجيو لسيدي سبيان علي، رغم أن ذاك التصور اللي عندهم بأن سيدي سبيان علي غير منتج في الأرباح ديالو. فكانت هذه الوطنية اللي كنقول أنا دافعت على تكافؤ الفرص ديال ولاد هذا الحي، أنني عشت في وسط منهم وعرفتهم طيبين إلى غير ذلك. فبالتالي خاص الناس يردوا لي شويه المعروف، ماشي انهم يدخلوا لي في صراعات انا في علم ما عندي حتى شيء. يعني انت تحس بانك ربما ظلمت في هذه المساله؟ اكيد ظلم كبير، ولكن ما نقدرش نحاسب شي حد الان، لان الناس كتسمع كلام ما عندهاش وقت فين تصدق، ما عندهاش في الوقت انا جاي عندك تاخذ عندك المعلومات الحقيقيه. فانا الا كنت مظلوم فعندي عقل باش كنفكر بان لا بد ان تفهم هذوك الناس، حتى اللي خطا في هذه المؤسسه راه هي اليوم حنا بنينا الحمد لله وصلنا، ولكن الان راه من اللي خصهم يدافعوا عليها، لان الا غرقت هذه المؤسسه فوليداتهم اللي غيضيعوا في هذا. انا ما كنسميهاش مؤسسه، انا كنسميها معلمه، والناس راه خصها تجد تزور هذه المعلمه وحجم الاستثمار اللي تخسر في هذه المعلمه وتخسر على اولاد سيدي سبيان الحمد لله بصحتهم. إذن إحنا جرينا على تكافؤ فرص ديال هاد الولاد سلسلة التالي، لأنهم أبناء الحي وأنا كنتالي هذا بطبيعة. يعني النداء اللي تقدر توجهو لهاد أبناء حي سيدي سبيان علي اللي أنت كنت تنتمي ليهم؟ نداء حار، نداء أخوي. الآباء والأمهات اللي واضعين الثقة في المؤسسة كنشكرهم مرة ثانية ومرة ثالثة، وكنقول بأن المؤسسة إلا كانت واحد الوقت فكرت في أنها تزيد في أي عندها ضغوطات كبيرة مالية، لان مؤسسه من هذا الحجم والاطر اللي داخلين فيها والاتعاب ديالهم والقوانين ديالهم وكل يعني كيأدي بك انك الى بغيتي مؤسسه تستمر لا بد من انك دير واحد اعاده الحساب.
وديما حنا في الاعتبار ديالنا ملي كنديروا شي زياده كنديروا الاعتبار ديال الشريحه اللي حنا كنتعاملوا معها. طبيعه الحال ما يمكنش راه مؤسسات راه الناس كلها كتعرف المحيط ديال المؤسسات لان هذا الثمن ديال مؤسسه واحد زيتون هو الاقل في السوق. ولو ما كنبغيش انا نجبد هذا الكلام ولكن الان راه هي تحسب بان اقل ثمن رغم المواصفات ديالها ورغم العمل التربوي. ما كنقولش انا الزواق الجوده كنقول الجوده والعمل التربوي راه ليها شروط. واللي ما عجبوش العمل التربوي يجي يقول لي انا ما عجبنيش العمل التربوي ويجلسوا الناس مع المختصين مع الاطر التربويه مع المؤطرين مع المفتشين في الماده لان ما يمكنش انا نجاوب على جميع التساؤلات ولو انني استاذ ولكن احترم اختصاص ديال كل اطار وكل تخصص. وبالتالي هذه المشاكل اللي هي بيداغوجيه اللي هي اصليه راه حتى ساعه ما فيهاش اي مشكل ولا تساؤلات ولا شكايات الى غير ذلك. كتلقى شكايات فرديه يعني في وسط 1300 الى جات 20 شكايه في الساعه فانت نورمال انت غادي عادي جدا بل احسن. وحنا ماشي ضد الاقتراحات الاباء والامهات فمرحبا حنا كاتبين كاع في القانون الداخلي لان كنطلبوا منهم ان اللي عنده شي اقتراح او حتى ملاحظه ماشي في صالحنا فمن واجبي انا كمدير لهذه المؤسسه باش يمكن تنجح وتزيد لقدام ناخذ اي ملاحظه وندرسها ونشوف الايجابي فيها نطبقه والسلبي فيها طبيعة الحال غادي نتكلم مع الاخ ولا الاخت اللي طرحتها ونحاول نقنعها بان راه المساله سلبيه او غير ممكن. راه كاين حوايج اللي غير ممكنين. واش مؤسسه ما عندهاش اتعاب ديالها باش يمكن تمشى؟ حنا مازال ما وصلنا لا ارباح لا حتى شي حاجه. يعني اليوم كنتكلموا ونجاوبك حتى على الكلمه ديال الكلام اللي جبدوا قبيله ديال الضرائب. مؤسسه عندها السنه الاولى ديالها وحنا الحمد لله راه رجال الضرائب ولا اداره الضرائب راه عندها الاليات ديالها باش تعرف كل حاجه وعندها الاليات باش تتبع ديال كل حاجه. راه تحتنا راه كل واحد كيدير العمل ديالو. فتحتوا نقاش حول الزياده اللي قالوا انكم زدتوا 400 درهم او 300 درهم حاولوا تشرحوا لهم ما هي الزياده ما هي علاش. لا هي 400 درهم ما كاينش اول حاجه بعدا يمكن الناس حسبات ملي شدات الورقه كتحسب لان كاين في رسوم تسجيل زاد 200 درهم وفي الشهر 100 درهم فاللي عنده جوج الدراري كتولي 100% هي 200 ربما 400 هكا كيحسبها كل واحد لانه كل واحد كيحسب شنو بيأدي هو 400 درهم ما كاينش زياده بصح بالنسبه للمرة والابتداء علاش اتفقنا ما كاينش فيها 400 درهم. حنا راجعين الان لبعض الاثمنه نعطيك مثال بعض الاثمنه هادشي راه يرهق حتى الدماغ يعني حتى انك تولي مركز في العمل ديالك التربوي وتزيد شويه لقدام. فمثلا ماترنال اللي هو الروت عندك 600 درهم شهريا ماشي كنقص انا من 600 درهم لان ربما الحمد لله الشريحه ديال هاد اللي كنتعاملوا معاها فين فهم الناس اللي 600 راه كثير عليه وكنتفهم هاد القضيه ولكن انا الا نزلت اكثر من هاد الشيء ما يمكنش نخلص حتى يعني الموظفين اللي خدامين والاطر التربويه. فالناس خصها تفهم بان الا بغيت واحد المنتوج راه على بالتالي واحد التكاليف ديالو وحنا راه حدينا التكاليف يعني في المينيموم يعني في الادنى باش ما نضرو حتى شي حد الحمد لله وكنفتخر بهذا العمل. يعني كلمه اخيره يعني كلمه اخيره كنت نتوجه لك الاخ بالشكر اولا بعدا لانك فكرتي انك تاخذ حتى الراي ديالي في المؤسسه. ثاني حاجة أشد بحرارة على الآباء والأمهات اللي عاودوا الثقة ديالهم في هذه المؤسسة وضعوها في الأول وعاودوها. وثالث نقطة أطلب من الإخوان والأخوات أنهم ما ينزاحوش وما ينساقوش وراء كل ما قيل في الشارع لأن أي حاجة غتكون رسمية راه تعطيها لكم المؤسسة إدارة المؤسسة. أي حاجة اللي هي رسمية كتعطي من إدارة المؤسسة واي نقاش اي حوار اللي بغاو لا فرادى ولا مجموعات يقوموا به احنا مرحبا بهم مرحبا بهم احنا متواجدين لهذاك الشيء.